بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر. كان لمريم عصفور جميل. كان فعل ماض ناقص، لمريم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان. عصفور اسم كان، جميل نعت لعصفور، وكانت تحبه كثيرا. وحرف عطف. كانت فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تحب فعل وفعل، وجملة تحب في محل نصب خبر كانت. والهاء ضمير متصل مفعول به، كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير إحبابا كثيرا. فعملت له قفصا ووضعته فيه. فحرف عطف. عملت فعل وفعل، له جار ومجرور متعلق بعملت. قفص مفعول به، وحرف عطف وضع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والهاء مفعول به فيه متعلقان بوضعت. وكان العصفور ألفا يأتي إلى مريم ويأكل من يدها. وحرف عطف. كان فعل ماض ناقص، العصفور اسم كان، ألفا خبر كان. يأتي فعل وفاعل، وجملة يأتي نعت لألفا. إلى مريم جار ومجرور متعلق بالفعل يأتي، ومريم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وحرف عطف. يأكل فعل وفاعل، وجملة يأكل معطوفة على يأتي. من يدي جار ومجرور متعلق بيأكل، ويدي مضاف هاء مضاف إليه. وكانت تفتح له القفص حينا بعد حين. وحرف عطف. كانت فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هي. تفتح فعل وفاعل، وجملة تفتح في محل نصب خبر كانت. له متعلقان بتفتح. القفص مفعول به حين ظرف زمان وهو متعلق بتفتح، بعد ظرف زمان وهو مضاف، حين مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل تفتح. فيخرج ويقعد على رأس القفص أو يطير حول البيت. فحرف عطف. يخرج فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وحرف عطف. يقعد فعل وفاعل، على رأس متعلقا بيقعد، ورأس مضاف القفص مضاف إليه. أو حرف عطف. يطير فعل وفاعل حول ظرف مكان وهو مضاف البيت مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بيطير. وبما أنها كانت تحبه كثيرا، ما كانت تدع أحدا غيرها يطعمه. وحرف عطف. بحرف جر ما زائدة. أن حرف مشبه بالفعل، ها اسمها، كانت خبرها. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر، والجار والمجرور متعلق بالفعل تدع. كانت فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هي. تحب فعل وفاعل، وجملة تحب في محل نصب خبر كانت. هو مفعول به، كثيرا نائب مفعول مطلق. ما نافية. كانت فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هي. تدع فعل وفاعل، وجملة تدع في محل نصب خبر كانت. أحدا مفعول به، غيرها نعت لأحدا، وهو نعت أول. يطعم فعل وفاعل، وجملة يطعم في محل نصب نعت ثان. والهاء ضمير متصل مفعول به. وأرسلت لها عمتها يوما من الأيام لعبة جميلة. وحرف عطف. أرسلت فعل ماض لها متعلقان بأرسلت. عمة فاعل أرسلت، وهو مضاف هاء مضاف إليه. يوما ظرف زمان، من الأيام جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وهو نعت ليوما. لعبة مفعول به للفعل أرسلت. جميلة نعت. فطارت مريم فرحا. فحرف عطف. طارت فعل مريم فاعل، فرحا حال من مريم. وبقيت تلعب بها طول ذلك النهار. وحرف عطف. بقيت فعل وفاعل، تلعب فعل وفاعل، وجملة تلعب في محل نصب جملة حالية. وصاحب الحال هنا ضمير مستتر في بقيت، بها متعلقان بتلعب،
تولى ظرف زمان وهو مضاف ذلك مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بتلعب، وذلك منعوت النهار نعت، ونسيت أن تطعم العصفورة. وحرف عطف نسيت فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، أن حرف نصب، تطعم فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، العصفورة مفعول به لتطعم. وفي الغد جاء إليها سعيد ابن خالها. وحرف عطف في الغد جار ومجرور متعلق بالفعل جاء، جاء فعل ماض إليها متعلقا بجاء، سعيد فاعل جاء، ابن عطف بيان وهو مضاف، خال مضاف إليه، وخال مضاف، ها مضاف إليه. فلعبت معه طول النهار بلعبتها ولعبة أخرى جاء بها سعيد. فحرف عطف لعبت فعل وفاعل مع ظرف مكان وهو مضاف، هو مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بلعبت، طول ظرف زمان وهو مضاف، النهار مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بلعبت، بلعبة جار ومجرور متعلق بلعبت، ولعبة مضاف، ها مضاف إليه. وحرف عطف لعبة معطوف على لعبتها أخرى نعت أول للعبة، جاء فعل ماض بها جار ومجرور متعلق بجاء، سعيد فاعل جاء، وجملة جاء في محل جار نعت ثان للعبة. ونسيت أن تطعم العصفورة تقدم إعرابها. وفي اليوم الثالث تركت اللعبة وجاءت إلى العصفور وفي يديها شيء من البذور لتطعمه. وحرف عطف في اليوم جار ومجرور متعلق بالفعل تركت، الثالث نعت، تركت فعل وفاعل، اللعبة مفعول به، وحرف عطف جاءت فعل وفاعل، إلى العصفور جار ومجرور متعلق بجاءت، الواو حالية في يدي جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، ويدي مضاف، ها مضاف إليه، شيء مبتدأ مؤخر، من البذور جار ومجرور متعلق بنعت محذوف، وشبه الجملة في محل رفع نعت لشيء. لحرف جر بمعنى كي تطعم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالفعل جاءت، فوجدته ميتا في القفص. فحرف عطف وجدت فعل وفاعل، هو مفعول به، ميتا حال من الضمير المتصل في وجدته، في القفص جار ومجرور متعلق بوجدت، وكان قد مات من الجوع، الواو حالية، كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، قد حرف تحقيق، مات فعل وفاعل، وجملة مات في محل نصب خبر كان، من الجوع جار ومجرور متعلقا بمات، فحزنت مريم عليه حزنا شديدا. فحرف عطف حزنت فعل مريم فاعل، عليه متعلقا بحزنت، حزنا مفعول مطلق، شديدا نعت، والله أعلم بالصواب.